السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ننقل لكم مقابلة دور 16 من دوري المنظم من طرف نادي الصخيرات جلوب سياس. هنا ما بين ثلاثية ما بين تريبلات عبد المجيد كاتب وتريبلات الخضر. وذكر بتشكيلات الفريقين، تريبلات عبد المجيد كاتب كتكون من الحاج حوده وبدر الوادي، والتريبلات الاخضر كتكون من سعد وحسن. هذه بريمير مين برسم سدس عشر نهاية الدوري الودي الذي ينظمه نادي الصخيرات للكرة الحديدية. محاولة للحاج الوادي، نتيجة 1-0 لصالح تريبلات كاتب. نتيجة 1-0 لصالح تريبلات كتيب. خليه يضرب، لا الله يرضي عليك. شوف خليه يضرب شي زامي يبوشون كورة مزيان. اي كرة ديال الحاج الوادي كتجي ناقصة شوية. الكورت
متأكد من النتيجة فهي 1-0 لصالح تريبليت عبد المجيد كاتب الحاج حوده وبدر كونتر تريبليت حسن والخضر وسعد 30 من سيدي معروف مدينة الدار البيضاء. كرة ضائعة من طرف سعد عن طول الحسن في التأشير كرة كتخرج من الملعب إذن تعادل نقطة لكل ثلاثية النتيجة 2-0 مجيد كاتيب كيربح البوا النتيجة فهي 2-0 لصالح تريبليت الأخضر من نادي سيدي معروف مدينة الدار البيضاء. ضربة ممتازة للسعد تبقى فيها كارو الآن طول الحاج حودة برافو الحاج كيربح كرة بوشوني بوشوني
صافي معليش يلا المحيد ها هذه قوطه برافو بدر حيت ممكن مشكي باع الكره عندك دابا جوج لعب كيف بغيتي الحاج حودة في إضافة نقطة ثالثة بالفعل دابا ثلاثة نقاط في الأرض بدر كذلك تزيد نقطة أخرى وكتصبح أربعة لصالح تريبليت عدن مجيد كاتيب كونتر تريبليت حسن طارق وسعد النتيجة 4-2 نتيجة 4-2 ربع عند حاج حودة عبد المجيد كاتيب وبدر جوج عن تريبليت حسن الخضر وسعد هنا ملاحظة بأن التيران صعب اللعب جوج نقاط إضافية للحاج كاتيب الحاج حودة الحاج حودة وكاتيب وبدر يعني شوف الأرض المحاولة ديال بدر في إبعاد الكرة برافو الحاج كيف ممكن بإضافة نقطة أخرى النتيجة فهي 7-2 7 تريبليت الحاج حودة كاتيب وبدر كونتر تريبليت حسن الخضر وسعد Thank you.
لا شيء لعب لك شيء كورة هو. ترجع ربحه. برافو الحاج كيس ممكن مش يربح يكون. مرة أخرى سعد كيت ممكن مشكي بعد الكرة. إضافة لجوج نقاط كتصبح نتيجة سعود مقابل جوج لصالح تريبليت الحاج حودة كتيب وبدر الوالي. برسم سدس عشر نهاية الدوري الودي الذي ينظمه نادي الصخيرات للكرة الحديدية. ننتقل الى الجهه الاخرى حتى يتمكن من اخذ الصور بشكل جيد. انا راه ما لعبش مزيان.
بدر. برافو بدر كيس مكمل ابعاد الكره واش يبقى كارو نتيجه سعود مقابل جوج. الان الدور لسعد ابعاد الكره سعد ما كيتمكنش باش كيبعد الكره هذا هو الخطا سهل كيضرب كره كتمشي كورتهم وباقي البوان عند تريبليت الحاج حوده يلا وليدي راه فقدت ما لعبتش سهل 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 تنتهي المقابلة بفوز تريبليت عبد المجيد كاتيب الحاج حودة وبدر 11-2 شكرا لكم وإلى اللقاء. I'm